السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم لاطا ديال الحوت اللي غنحتاجوا فيها المقادير التاليه. غنحتاجوا جوج حوتات كبار ديال لالو، غنحتاج ثلاثه ديال البطاطا الدوائر وجوج فلفلات حارين، غنحتاج جوج مطيشات دوائر، غنحتاج حتى ربعة الحبات ديال الفلفل مشويه، جوج مطيشات محكوكين وكركوبه ديال الثومه وقزبره معدنوس حامضه، معلقه كبيره ديال الطماطم المركز، جوج معالق كبار ديال صلصه الفلفله، غنحتاج الشونيه، بزار، سكنجبير، كمون وخرقوم، ملح، زيت الزيتون والصوجا. غنمشيو دابا لطريقه التحضير. غنجيب فاش ندير المقادير، نجيب دابا مطيشة ديالي، نضيف عليها مطيشة ديال الحك، عصير حامضة، جوج معالق كبار كيف ما قلنا هاد الفلفلة. من بعد غنوريكم الطريقة ديالها، كتجي رائعة، كديروها بكاع فكاع الطياب، مع الكفته، مع البيتزا، مع حتى من الحريره كتجي فيها رائعه. اي حاجه دير فيها هاد الفلفله، تاج ملح، شونيه، غندير غير شويه لحقاش الفلفله اللي مصايبه انايا، صلصه الفلفله فيها الحار، مصايباها بالفلفله الحلوه والحار. كمون، غندير معلقه ديال الصوجا كيف ما قلت لكم، وشويه، وندير زيت الزيتون، منخافش من الزيت غير نهائيا. دابا غنخلط ونجيب الحوتات ديالي، ندير فيهم القوام مزيان. انا خليتهم بالراس، نضيف سيداتي انا ما عفوا هنا البطاطا، كنت فيها البطاطا مزيان باش هي تجي شاربه ليا الريحانه، غنفرش البطاطا هي الاول. Thank you.
غندير كيطه د زيت العود ونديرها على اللاطه ديالي. من بعد غنجيب الفوتات ديالي كتشاهدو وغنوضع الفلفلة ندير نتاشا ديالي لاللاطة كاملة من بعد العطرية لي شاطت ليا بطبيعة الحال غندير شوية الماء ونخلط في هاد القامة لي باقا ونعاود نخويها على اللاطة ديالي. كتشاهدو غنخليه يترقد ويش باش يشرب ليا ديك القامة واحد نص ساعة من بعد ندخلو الفران. كيف ما كتشاهدو معايا سيداتي اللاطة ديالنا هي هادي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء الى فرصة ثانية ان شاء الله.